قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المطوع. في هذه الحلقة نتوقف فيها مع بعض المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. أرحب بضيوف الكرام معي في الاستديو، الشيخ عبد الله البعنين، حياك الله يا شيخ عبد الله. يا مرحبا، حياك الله محمد، واهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. ايضا باخوي الشيخ ثابت بن سعد القحطان، حياك الله شيخ. الله يحييك ويبارك فيك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن اقتفى اثره واستنى بسنته. اللهم امين، اللهم احشرنا في زمرته. شيخ عبد الله، نبدا سريعا بارهاصات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. اولا الكلام يطيب ويتجمل ويتزين بالحديث عن خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما خلق الله سبحانه وتعالى وبدأ يسير في هذه الأرض، أرض مكة المكرمة، كل ما حوله كان يطيب بمرور النبي صلوات ربي وسلامه عليه. الإبل، الناقة التي كانت تحمل حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، تغير حالها بركوب الصعود النبي عليه الصلاة والسلام. الحليب الذي كان يخرج من حليمة زاد بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. القرية، قرية بني سائل اللي كان فيها نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، تجملت وتزينت وأخرجت الأرض نباتها بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبينا صلى الله وسلم عليه كان يحدث، يقول: إن الله خلق خير الناس وخلقني من خير الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فمن تتبع نسب النبي عليه الصلاة والسلام يجد أنه نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال: إن خياركم من خياركم من خياركم صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كما ذكر الشيخ عبد الله، وهي إرهاصات كانت قبل النبوة، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته كانت بدايته كانت سرية ثم كانت أيضا جهرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ذكر الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه هذا القول لابن مسعود، يقول أن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فاصطفى واختار قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختار له جمع من أصحابه عندما نظر في قلوب العباد فرأى أن هؤلاء الجمع هم أفضل خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبه. فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا، ويصطفي من الأنبياء ومن البشر رسلا، ويصطفي من الأيام أفضل الأيام ومن الأشهر. فربنا سبحانه وتعالى له حكمة في اصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي قول ربنا سبحانه وتعالى في تزكيته وعلو شأنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، اجتمعت فيه كل صفات الأخلاق العظيمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هو نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والأنبياء كلهم إخوة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الأنبياء يعني من إخوة لأبناء علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فرسالتهم واحدة باختلاف الشرائع، لكن كل الأنبياء جاءوا إلى دعوة واحدة وهي توحيد الله عز وجل، وهي القضية العظمى التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، بعث على فترة من الرسل. قال العلماء: الفترة هي الحقبة والزمان. قيل كما جاء عند البخاري أنه بعث بعد مبعث عيسى عليه السلام بقرابة 600 عام تقريبا. ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وقطعا أنها ناسخة لجميع الشرائع التي كانت، فالإسلام هو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به لإكمال هذه الشرائع. شيخ عبد الرضا تحدث أيضا عن النبي عندما كان يذهب إلى غار ثور وغار حراء، وأيضا نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام ابتداء يعني، وأنا أقول حقيقة لنا وللسادة المشاهدين، ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جميل أن نلفظ لفظ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مع كل اسم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، الله عز وجل قبل أن يصطفيه
بهذه الرسالة، الرسالة النبوية، الرسالة الكريمة، الرسالة الشريفة، يحتاج أن يكون من يتمسك بهذه الرسالة على ذلك الدين وعلى ذلك الخلق وعلى ذلك التهيئة، التهيئة النفسية والتهيئة الجسمانية. فكانت التهيئة النفسية للنبي عليه الصلاة والسلام أن ييسر الله عز وجل له العبادة، اصطفاء، ينظر في ملكوت السماوات والأرض، يتفكر في خلق الجبال، يتفكر في خلق السماء، يتفكر في خلق الأرض، يتفكر في خلق الناس. هذا الأمر، كثرة التفكير، إعمال العقل، يعطي الإنسان شيء من الإيمانيات التي يحتاجها كزاد في تبليغ هذه الرسالة. ولذلك كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عن نبينا صوت أنه كان يتحنث، يتعبد في الليالي ذوات العدد، يخرج النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في الغار ثم يجلس ثم يتفكر ينظر. حتى لما سئلت ما كانت عبادته صلوات ربي وسلامه عليه، قال كانت عبادته التفكر، يتفكر في هذا كله. وأقرب طريق إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم دينه التفكر. بالتالي كان مخرج النبي عليه الصلاة والسلام، بداية انطلاقه، هي قضية التفكر، التهيئة النفسية. نفس السؤال اللي سألت أنا شيخ عبد الله، ودي أرد السؤال نفس الشيء فعلا، يعني النزوله، وأيضا عندما جاء لي خديجة وقال زملوني زملوني. صحيح، هنا لفتة مهمة جدا ذكرها الشيخ بارك الله فيك، وهذه السنة يسميها العلماء سنة التدرج. لم يأتيه الوحي فجأة أو مرة واحدة، بل كان كما قالت عائشة أم المؤمنين في الصحيحين أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة. كان لا يرى رؤيا صالحة إلا رآها وقعت كفلق الصبح أو كما قالت رضي الله عنها. فمراتب الوحي كما قال ابن القيم كانت في الرؤيا أولا، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء كما قال الشيخ، فكان يتحنث، والتحنث التعبد، يقول ابن حجر التحنث التحنف، والتحنف هو اتباع ملة إبراهيم الحنيفية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد ربه في غار حراء. وهذه الخلوة جميلة جدا، ويحتاجها كل داعية إلى الله عز وجل، فيها نقاء للقلب، وفيها اصطفاء، وفيها تأمل وتفكر ومحاسبة للنفس، جميلة جدا. كل واحد منا والإخوة الذين يستمعون، يحتاج الإنسان إلى أن يجلس مع نفسه، أن يحاسب نفسه، أن يراجع حساباته. يعني الإنسان في اليوم الواحد، وهذا جميل، قبل أن ينام وكذلك في أوقات الصلوات، يعني ينظر في نفسه ماذا قصر، كيف كانت صلاته، كيف كان يعني معاملته مع إخوانه وأصحابه وأقاربه. هذه جميلة جدا، لأن الإنسان سيصلح نفسه مع الأيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ بدأ بهذه العبادة العظيمة، ثم بعد ذلك، وهذا من سنة التدرج له وللأنبياء من قبله، بدأ بالدعوة السرية، يعني واستمرت الدعوة السرية كما قال أهل العلم 3 سنوات تقريبا. بدأ بالأهم ثم الأهم، بدأ بالأقارب، يعني بدأ بخديجة رضي الله عنها وأسلمت، ثم من الرجال أبو بكر، ثم من الصبيان علي بن أبي طالب، وهكذا بدأ بالأقارب. واستمرت هذه الدعوة السرية تقريبا 3 سنوات، لأن هذا الوضع يحتاج إلى الكتمان ويحتاج إلى السرية، لأنه في وقت ضعف. فالإنسان أحيانا يحتاج إلى أن يكتم إيمانه وأن لا يظهره، لماذا؟ من خوف أن يبطش به أحد. لذلك جاء عن مؤمن آل فرعون وقال رجل من آل فرعون ماذا يكتم؟ يكتم إيمانه. فمرحلة الكتمان يعني مهمة جدا في حياة الداعية. ثم بعد ذلك انتقلت المرحلة من السرية إلى المرحلة الجهرية بقوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة في أصداء مكة، ومن بعد الدعوة هذه يعني بدأ مسلسل الأذى والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته بدأ بالتدرج، وهذا التدرج مهم جدا للداعية وطالب العلم. أنا أذكر حتى الشرائع لم تفرض جملة واحدة، الجهاد لم يفرض إلا بعد قيام الدولة، يعني في أول الأمر كان الصبر، ثم بعد ذلك رد الأذى، ثم بعد ذلك فرض الجهاد. كذلك القرآن كما يقال أنه نزل منجما باستثناء ليلة القدر، نزل منجما على الوقائع والأحداث. لماذا؟ ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الدعوة باللين وبالأهم ثم الأهم. الشيخ أحمد، قبل ننتقل إلى النقطة الثانية، نبه الشيخ ثابت إلى نقطة مهمة، قضية ما كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنك ستمر في مراحل. هذه المراحل الأولى من قراءة المستقبل أحيانا تعين الداعية
على ما يمكن أن يحصل له وكيف يتكيف مع هذه الأحداث الموجودة. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام برفقة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلى ورقة بن نوفل، فلما دخل عليه وأخبروه بما حصل لنبي محمد عليه الصلاة والسلام وكيف نزل عليه جبريل وكيف قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، القصة المعروفة. فورقة بن نوفل قال عبارة رنت كما يقال في أذن النبي عليه الصلاة والسلام، وشعر النبي أن هذا إشارة مهمة لما يمكن أن يكون في المستقبل. يقول ورقة بن نوفل: يا ليتني كنت جذعا وفي رؤيتي كنت شابا إذ يخرجك قومك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني هل من الممكن أن هؤلاء القوم حينما أتي لهم بالهداية وأتي لهم بطريق الصلاح وطريق الرشاد يخرجوني من مكة وهي أحب البقاع إلى قلبي وأحب الأماكن إلى قلبي؟ فورقة بن نوفل يقول: والله ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا طرد، برواية إلا عودي. فكأن هذا يقول ورقة بن نوفل يخبر النبي: انتبه، أمامك درجات تحتاج أن تقف معها بالصبر، وبالتالي هكذا الداعية لابد أن يقرأ المستقبل قبل أن ينزل إلى أرض الواقع. وجود خديجة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين، تجارة خديجة، نريد أن نتحدث أيضا عن الزوجة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أنه ولد يتيما، وهذه من الإرهاصات والعلامات التي يعني تهيئ إلى قيادة الأمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يعني راعه بعنايته، فملأ هذا الفراغ الروحي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته وبالخلوة كما ذكرنا. هذه كلها من علامات توفيق الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج خديجة كانت يعني ذلك الزواج المبارك قفزة نوعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة كانت يعني كالأم، كانت كالزوجة الصالحة القريبة المؤنس للنبي صلى الله عليه وسلم، واسته بمالها، واسته بكلامها، واسته بلطفها وبإحسانها وبضحكها. كما ذكر الشيخ عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، وغار حراء على فكرة الكثير من الإخوة لا يفرق بين غار حراء وغار ثور، بينهما فرق، غار حراء في شرق مكة وغار ثور في الغرب. وغار ثور قصة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر مع الصديق الوفي أبو بكر باتوا في ذلك الغار. فغار حراء هو في جبل النور، هذا الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم خائف إلى عائشة، انظر كيف المرأة الصالحة استقبلت هذا الهدي النبوي، جاءها خائف يرعد كما في الروايات والحديث، فقالت له: ما دهك؟ قال: جاءني، وذكر لها القصة. قالت: والله ما يخزيك الله. انظر إلى الاستقبال الجيد. أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هدأت من روعه، ثم أخذ نوع من الارتياح، ثم قالت له، بدأت تذكر محاسن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تصل الرحم، وإنك لا تقرئ الضيف، وإنك وإنك وإنك. فارتاح النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة من الأحاديث الجميلة الهينة اللينة. فأعتقد حتى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هدأ واطمأن بعد ذلك، ثم بعد ذلك اشتاق إلى العودة ورؤية ذلك الملك بفضل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لما نزل على قلب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نزل عليه بمراحل، لكن الموقف الأول اللي كان مع جبريل عليه السلام لما نزل عليه جبريل فغطه، يقول: فغطني، ثم قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه ليس بقارئ، ما يقرأ. هنا جبريل، يقولون أهل التربية، يقولون: إذا أردت أن توصل رسالة مهمة إلى الشخص الذي تتحدث له فأعطه أمرا لا يقدر عليه أو شيء فيه سؤال استنكار. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يخبرهم بوقائع المستقبل، يخبرهم بأخبار الماضي، يخبرهم بأحداثهم التي تحصل، يخبرهم ما الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يتصف بها في هذا الموقف. ولذلك نجد أن القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا، وكان ينزل على النبي تصويرا، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تسلية له، وكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشارة، وكان ينزل على النبي من باب تبيين الأحكام. هذا القرآن جعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة مختلفة. بل أفضل من ذلك، حينما علم النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن هذا القرآن لم ينزله الله عز وجل فقط من باب القراءة،
إنما هو من باب العمل. وذلك لما وصفته رضوان الله تعالى عنها وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفعل الذي كان يفعله النبي هو الكلام الذي كان يقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن. وذلك قالت كان قرآنا يمشي على وجه الأرض. الحديث شيخ عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال مستمرا في هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير. اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم خرج من مكة إلى المدينة، نريد هذه النقلة من مكة إلى المدينة. طبعا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قبل أن نطوف بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانت له قضية كبرى في مكة، يعني 10 سنوات قبل أن تأتي الشرائع كانت القضية الكبرى هي التوحيد، وهذه مسألة مهمة، مسألة التوحيد هذه القضية الكبرى، وهذه من أهم المهمات لمسألة التوحيد، مسألة إفراد الله عز وجل بالعبادة. اجتهد على قومه في دعوتهم إلى الإسلام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وحتى قيل أنه جاءه حسين والد عمران بن حسين الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائم فإن لم تستطع فقاعد، عندما أصيب بمرض البواسير رضي الله عنه. جاءه والده فقال له، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم فرقت شملنا وأتيتنا بدين جديد، يعني إن أردت مالا أعطيناك مال وإن أردت ملكا ملكناك. فلما انتهى، وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقاطع أحد، ينتظر القائل أو السائل لم إذا فرغ من كلامه أتاه بالحجة البينة الواضحة فيدمغ ما كان عليه من الباطل. فلما انتهى قال يا عمران يا حسين كم تعبد أو كم إلها لك؟ قال 7 6 في الأرض وواحد في السماء. قال إذا انقطع المرض المطر تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء. قال إذا أصابك مرض؟ قال أدعو الذي في السماء. قال إذا احتجت المال؟ قال أدعو الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الذي في السماء، عليك بعبادة الله سبحانه وتعالى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المهمة الكبرى والأصل العظيم هو مسألة التوحيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد. ثم بعد ذلك قبل أن يهاجر أعتقد بسنة أو بسنتين أو ب3 سنوات جاءت رحلة الإسراء والمعراج، فعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات حتى وصل سدرة المنتهى، وكلمه الله عز وجل من غير ترجمان، وهذه من مراتب الوحي كما قال الشيخ، منها أن الله عز وجل يكلمه، منها أن يأتيه جبريل بصورة رجل، وكان يأتيه بأحسن الرجال وأفضلهم، جاءه في صورة دحية الكلبي وغيرهم من الصحابة، ومنها أنه يأتيه كصوت الجرس والصلصلة وهذا أشدها على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يأتيه بالوحي في قلبه، ومراتب الوحي ذكرها العلماء. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المقام العظيم المهيب حتى أن جبريل توقف قال والله لو تقدمت لاحترقت، تقدم محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم وأفضل مكان يعني وجد، ولم يقف في هذا الموقف إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه مكانة وإكرام لنبي الرحمة. قال يا محمد، مباشرة فرض عليه الصلاة. تعرفون القصة عندما عاد إلى موسى كانت 50 ثم وصلت إلى 5 صلوات، وهذه رحمة بالأمة، نحن في 5 صلوات اليوم، وللأسف الشديد أن كثير من الناس يضيع هذه الصلة. لذلك جاء في الحديث أن آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، لأنه ليس شيء بعد الصلاة، خلاص انتهى، إذا فقد الإنسان هذا الركن العظيم الصلاة فإنه فقد الدين. الحديث صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أتكلم عن مسائل الخلافية بين العلماء، هل هو تركها يعني جحودا أو تكاسلا؟ لماذا تجعل نفسك في هذا الموطن وفي هذا؟ حافظ على الصلاة، الصلاة ما تأخذ من العبد إلا دقائق بسيطة، بسيطة جدا. وصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر هذه الحياة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تخيل الإنسان عندما يغادر هذا الكون وهذه الحياة الفانية يوصي بأغلى وأفضل ما لديه، أوصى أمته الذكور والإناث الكبار والصغار للجميع، ما أحد له عذر باستثناء النساء للحيض والنفاس، لكن الرجل ليس له عذر إلا إذا خرجت هذه الروح من قلبه، لا بد على الإنسان أن يحافظ على الصلاة. وقال أيضا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. والله أن المساجد والصلوات تشتكي إلى الله عز وجل، ونحن اليوم هل نحن نصلي أو نقيم الصلاة؟ فرق بين الصلاة وبين إقامة الصلاة. كان في إضافة شيخ عبد الله؟
هو ليست في ضعف حقيقة، لكن ما بعد كلام الشيخ ثابت كلام، لكن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في انتقاله من مكة إلى المدينة في طريق الهجرة، ركز النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء على قضية من أستطيع أن أتعاون معه على نشر هذا الدين. الشخص الواحد قد يصيبه ضعف، قد يتعب، قد يمل إلى آخره، وحاشى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون من أولئك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي أحد من الصحابة مزية خاصة، وهي مزية الهجرة، فاختار أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليخرج معه ليكون رفيقه في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تلوح في أفقه صلوات ربي وسلامه عليه أمور: الحياة الاجتماعية التي يريد أن يؤسسها في المدينة، الحياة الاقتصادية التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعايش في دائرتها، الدائرة الكبرى وهي دائرة العبادة لله سبحانه وتعالى كيف يبدأ. أنا أتوقع أن هذه الثلاث كانت تسيطر على فكر النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يفعله عليه الصلاة والسلام وهو يقدم بنفسه لم يعرفه المدينة ولم يمر على المدينة أصلا. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا وما مر صلوات ربي وسلامه على يثرب في ذلك الوقت. فكان الناس، حتى الناس حينما سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسلوا النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك من رسل يبشرون أن بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يخرجون في الليلة الأولى ويخرجون في الليلة الثانية ويخرجون في الليلة الثالثة استبشارا وفرحا واستقبالا للنبي صلوات ربي وسلامه عليه. أنشدوا بالنشيد طلع البدر علينا من ثنيا حبدا. نعم. حتى وصل إلى النبي، حتى وصلوا إلى المدينة. فلما وصل دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، هنا الآن بدأت فعلا كما يقال التطبيق العملي لإقامة ما يريدها الله سبحانه وتعالى، الاستخلاف الحقيقي. السابق كان عبارة عن دعوة، عبارة عن تجميع كما يسمى اليوم الكوادر البشرية، تجميع الكوادر البشرية، وصلوا إلى مرحلة التنفيذ، تطبق الدولة التي كان يريدها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام والتي يريدها الله عز وجل في هذه الأرض. ولذلك لما أول ما بدأ به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من استقبال الناس له، بعض الناس مباشرة يذهب إلى أول ما بدأ النبي بناء المسجد. نعم هذا صحيح، لكن الأمر النفسي اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة هي قضية الاحتواء. لا يمكن أن أطلب للناس أن يسمعوا لي إذا لم أكن معطيهم الدائرة، دائرة الاحتواء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رأوا لما تكلمت المرأة في استقبال النبي، الطفل في استقبال النبي، الرجل في استقبال النبي، الرجل الكبير في استقبال النبي، كانوا يقولون كلمة واحدة: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبسم عليه الصلاة والسلام. فكأن يقول الخلق الذي يريد أن يوصل النبي عليه الصلاة والسلام من أبدأ: أنا منكم وإليكم وفيكم، وهذه الابتسامة وهذه النفس المفتوحة لكم، لا تحسبون أني عدو أو أني أريد مالكم أو أني أريد جاهكم أو أني أريد شيء من هذه الدنيا أو الملك، إنما أريد الخلق. ولذلك حينما تقابل أي إنسان لأول مرة، إذا لم يكن يبادرك بابتسامة أو بسعة صدر وكلام طيب، ربما تنفر منه ولو كان يعني صاحب عبادة وصاحب طاعة. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام لما استطاع أن يحوي هؤلاء كلهم؟ لأن المشكلة لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، هناك مجموعة من الأصناف، عندك القبائل الموجودة، عندك الديانات المختلفة، وعندك من أتى من خارج المدينة، الأوس والخزرج موجودين، من أتى المهاجرين والأنصار، المسلمين، اليهود، المشركين، هذول كلهم كانوا في المدينة. فكان أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هي قضية أن يقيم العدالة في المدينة مهما كنت، لكن تقيم العدالة. كيف تعايش النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هؤلاء؟ يعني دخول المدينة كان في أيضا اليهود وكان أيضا المهاجرين والأنصار. نحن كما ذكر الشيخ بارك الله فيك في مسألة وقضية مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى هذا المجتمع وبدأ ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، ثم بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة بداخل المدينة، لأن قباء الآن خارج الحرم، بدأ ببناء المسجد النبوي، وهي مسألة مهمة، لأن المسجد النبوي يعتبر اجتماع للأمة الإسلامية، لأن القائد النبي صلى الله عليه وسلم سيملي عليهم الشرائع والتكاليف التي سيوحيها الله عز وجل له. بعد بناء المسجد بدأ مثل ما تفضلت باحتواء الناس، بدأ بمسألة الإخاء بين المهاجرين والأنصار، من كان عنده مال فليسعف أخاه، من كان عنده أكثر من زوجة وهذا كان في أول الأمر فليساعد أخاه، آخى بين عبد الرحمن بن عوف
وأخوه الآخر، فكانت هذه القضية الكبرى من أجل جمع الشمل، من أجل أن يصبحوا على قلب رجل واحد، لأنه بعد ذلك سيلقي في قلوبهم ما يحتاجونه. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة لم يكره أحد على دخول الإسلام، مثل ما تفضل كانت الطبقات والشرائع مختلفة، فيهم اليهود وفيهم الكفار وفيهم النصارى وفيهم المسلمون، لا إكراه في الدين. وهذه قضية مهمة، أنت يعني الإنسان بشكل عام عليه التبليغ، أما مسألة الهداية فهي لله عز وجل، ولو كانت الهداية من البشر لكان أقرب الناس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممن يتأثر به، لكن مسألة الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم أسس كما ذكر الشيخ مسألة العدل، حتى أوصى بالجيران، قال الجيران ثلاثة، جار لك عليه فضل، أو جار واحد وهو غير المسلم لكن حق الجوار، وجار له أجران وهو الجار المسلم القريب منك، وجار له ثلاثة يعني فضائل، الرحم والقريب والمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا المبدأ في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. الشيخ عبد الله، النبي تكلم أيضا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بجمالها، بزهده، بحكمته، نريد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوات ربي وسلامه عليه. الله عز وجل لما خلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لا يجب علينا أن أقول، يجب علينا أن نفهم أن نبي الله سبحانه وتعالى خلق نبينا محمد كإنسان، معنى الأمور التي تجري عليه تجري علينا، الأمور التي نواجهها في حياتنا في صباحنا ومسائنا في بكورنا جرت على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل يقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم ملك الرسول. ولذلك من يرى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام تظهر أمامه عبارة ينبغي أن نؤمن بها جميعا، أنه لابد أن نقرأ أخلاق النبي كما نقرأ أقوال النبي صلوات ربي وسلامه عليه، نقرأ أقواله في الحلال والحرام، مباح غير مباح إلى آخره، يجب علينا فعلا أن نرى تطبيقه السلوكي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك صفات النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الناس في قضية تواضع صلوات ربي وسلامه عليه. لما قدم رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه المدينة فإذا بجارية طفلة صغيرة تأخذ بأطراف أصابع رسولنا عليه الصلاة والسلام، نحن نتكلم عن نبي، نتكلم عن رسول، نتكلم عن إنسان عنده مشاغل، إقامة دولة، أمور كثيرة، مؤاخاة، تمسك بأطراف أصابعه جارية ثم تسير به في سكك المدينة، طفلة صغيرة تسير بسكك المدينة، وما سألها نبينا عليه الصلاة والسلام على وين ولا وين رايحين وليش ما أخذ يد، أبدا، تطوف بسكك المدينة ثم ترجع ثم يذهب رسول الله ربي وسلامه عليه. انظر أيضا في تواضعه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فجاءه الرجل الأعرابي ترتعد فرائص أمام النبي عليه الصلاة والسلام، يقف أمام النبي فيريد أن يتحدث فيرتجف لسانه، لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يقول كلمة، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هون عليه، خفف، هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أنا ابن امرأة كما أنتم أبناء نساء، عشت كما عشتم وعاشت أمي كما عاشت أمهاتكم، لا تقلقون. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يفتح هذا الباب. وخلق النبي عليه الصلاة والسلام كثير، نتكلم عنه وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كما شيخ عبد الله كثيرة سنتكلم عنها، لكن نطلع لفاصل قصير ثم نعود إليكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. حياكم الله معنا مشاهد الكرام من جديد. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة كثيرة جدا، سنحاول قدر المستطاع أن نتكلم عن جزء منها وهي عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قصته مع الأعرابي. شيخ تأذن لي يا شيخ بارك الله فيك، أريد إضافة لكلام الشيخ جميل جدا في مسألة الزهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أزهد الناس وكان أرغبهم في الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير أن عمر بن الخطاب أظنه دخل عليه في يوم من الأيام، وهذه تسلية صراحة لكل فقير ولكل محتاج ولكل من يعيش اليوم على حد الفقر. انظر كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي. يقول عمر دخل عليه، هذا في حديث أنس وحديث صحيح، يقول فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم نائم على الحصير وقد أثر في جنبه، فلما رآه اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الأثر فبكى عمر وتأثر، فقال يا رسول الله كسرى
والروم ينامون ويعيشون فيما هم يعيشون فيه وأنت يا رسول الله تنام على الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معادلة وقانون لهذه الحياة مختصر جدا، قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الله أكبر، هذه تسلية، ولكل إنسان فقير ومحتاج. اليوم نحن نرى مآسي في الوطن العربي، في الشام، في العراق، في اليمن، لكن أنا يعني أطمئن الناس وأقول ما تعيشون فيه هذا جزء يسير مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أبدا نحن نتفائل، والمؤمن لا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، وإن مع العسر يسرا. وهذه المآسي لا شك وقطعا أنها تتبدل إن شاء الله، لكن لا بد في الحياة، يعني مسيرة كلها تضحيات، والأمل والنصر لا يأتي إلا بتضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا هديه وهذه حياته، كان النبي صلى الله عليه وسلم أظنه يأتيه الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم النار. أظن أم المؤمنين كانت تقول طعامنا الأسودان الماء والتمر، أو كما قالت رضي الله عنها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حياته، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. نريد قصص شيخ عبد الله، مواقف وسلم نستفيد منها في حياتنا. جميل، من ذلك أنا أنطلق من كلام الشيخ ثابت لما تكلم جزاه الله خير عن قضية الزهد، زهد النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس كثير قضية يقولون النبي عليه الصلاة والسلام زهد في حياته لأنه كان فقيرا وهكذا كان صلوات ربي وسلم، يعني هو يسير بهذه الطريقة، هذا غير صحيح. الله عز وجل خيره بين أمرين، خيره بين أن يكون ملك الرسول وبين أن يكون عبد الرسول. ملك الرسول يعني أنا أملك من المال ما أريد ما أشاء، والله عز وجل قادر أن يجعله غني. ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لما خيره الله قال فاخترت أن أكون عبد الرسول، أن يكون عبد الرسول. لذلك كان قريش لم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى لباس النبي وهيئة النبي، يقولون يعني أنت إن كنت نبي من عند الله عز وجل فأين ذلك الملك؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعين فتفجر أنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. يعني كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ملكا حقا، إن كنت نبيا حقا أرنا ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يبين القضية ليست قضية الدنيا، الذين يتعلقون بالدنيا القضية ليست قضية الدنيا، القضية هي قضية ماذا عملت حينما أقف بين يدي النبي، بين يدي ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. ولذلك تجد نبينا عليه الصلاة والسلام يمثل الدنيا كمثل المسافر وكمثل الجلس تحت ظل شجرة، ويبدأ النبي يحدث الصحابة عن هذا الأمر. لماذا؟ يريد أن يشحن أولئك أصحاب الهمم إلى قضية كبرى، وهي قضية أن يتزهد الإنسان بهذه الدنيا ويطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. لما تتكلم أيضا تفتح نوافذ على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تجد من تلك النوافذ أخلاق عدل صلوات ربي وسلامه عليه. حينما يأتيه الرجل مظلوم أو ظالم يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما حتى يسمع من الطرفين. خذ مثال، لما قدم رجل على المدينة وليس من أهلها، فرأى حائطا فيه شجر فتسور الحائط، ثم أخذ مما تنبت الأرض فطحنها، فإذا بصاحب الحائط يراه فجاء إليه وضربه ونهره، ثم أخذ منه كساءه. من المتعدي الذي تسور ذلك الجدار؟ ذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي. لماذا؟ يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده أحدا صلوات ربي وسلامه عليه. فلما قدم وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، نادى الرجل قال ما حملك على هذا؟ الآن هو متعدى عليه، قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله دخل حائطي ثم أخذ قمحا ففته ثم أكله فأخذت رجاءه. النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بطريقة أخرى غير التفكير الذي عندنا، قال هل رأيته إن كان جائعا فأطعمته، أو كان إن كان جائعا فأطعمته، أو كان جاهلا فعلمته؟ يعني هل شفته هو يمكن جاهل ما يعلم أن هذا مكانك، وربما يكون فعلا هو جائع فقير ما عنده فعلمه. فكان دروس النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله درس واضح تطبيقي عملي. خذ أيضا من عدل صلوات ربي وسلامه عليه، لما يأتي
أبو بكر وعمر يختصمان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يظهر فضل أبو بكر مع أن المخطئ عمر. حينما أخطأ على أبو بكر، أبو بكر حينما أخطأ على عمر، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام يظهر عدله ومكانة أبو بكر رضوان الله تعالى عنه، فبدأ يثني على عمر بن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان متصف بالعدل، وأمرت ليعدل بينكم، هذا قانون. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يضرب لنا المثال ويقرب لنا الأذهان في صورة مهمة جدا، وهذا أقرب مثال في مسألة العدل. لما سرقت المرأة المخزومية، قريش أهمها هذا الأمر لأنها من أشراف القوم، مرأة من علية القوم، فبدأت قريش تبحث عن كما نسميه واسطة اليوم، فقالوا من نسأل، من يتوسط، من يتحدث، من يكلم صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ليس هناك إلا حب النبي صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. فجاءوا إليه وكلموه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، يريد أن يشفع. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتلى المنبر فقال، ثم قال له: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ ثم قال هذه اللفظة وهذه القاعدة العظيمة: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها لقطعت يدها. هنا مسألة مهمة جدا، أنه ما ينطبق علي لا بد أن يجري عليك، ولا يوجد محاباة ولا مداراة ولا مداهنة في دين الله عز وجل. الجميع كما ذكر الشيخ سواسية، وهذا الذي تربى عليه الجيل الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن رسول كسرى عندما قدم إلى المدينة قال: أين الملك؟ فقالوا: لا، ما عندنا ملك، عندنا أمير. فقال: أينه؟ قالوا: ظاهر المدينة. فخرج إليه ثم جاءه، فإذا هو متوسد الأرض، جعل الدرة تحت رأسه، هذه الدرة العمرية، وكم نحن نحتاجها اليوم هذه الدرة. فجاءه فإذا بهيئته وبلباسه وبزهده وبتواضعه نائم، فقال الكلمة العظيمة: نمت فأمنت فعدلت. هذا هو العدل، وهذا الذي نحتاجه اليوم. هذه الحكم وهذه الأمور وهذه الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. إذا أردنا أن نتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لو بقينا دهرا نتحدث عن رحمة نبينا عليه الصلاة والسلام بأمته لم تكفي. نبينا عليه الصلاة والسلام يبين رسالة مهمة لما بدأ يتحدث عليه الصلاة والسلام عن أولئك الأنبياء وحالهم يوم القيامة. النبي وهو النبي، كلما جاءه الناس يريدون أن يبدأ الحساب، كل منهم يقول: نفسي 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 نفسي، حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ألفت هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي له دعوة مستجابة، وما مات نبي إلا ودعا. ما مات نبي إلا ودعا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أمته من آمن به، يقول: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي، تقول عائشة في جوف الليل، ويقول: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي. الذي يسمع هذا الكلام يوجه إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله من أجلك أنت، يدعو من أجلك أنت وهو لم يرك، من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه. انظر مثال في تعامل عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة. دخل نبينا عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، لما عاد إليها وقف أمام كبار قريش الذين كانوا يعادونه، يعادون بالكلام، يعادونه بالفعل، يعادون بنقل الكلام بين الناس من أجل كره النبي أو بغض النبي. يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وينظر إلى هذه الوجوه، فيقول عليه الصلاة والسلام رسالة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنتوا عادتوني 13 سنة وأنتم تؤذونني، وأنتم تؤذونني، ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله لو كانت عندنا نحن في زماننا اليوم انتقام. والله لأقول: أنت فعلت فيني كذا، والله لا أسوي فيك وأفعل، وأنت فعلت. لما وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير هل صليت ممتدحا على النبي وهل ثنيت بالآل عليه الصلاة والسلام؟ فيقول صلوات ربي وسلامه عليه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم. فقال على النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الرحمة، سبحان الله، اذهبوا اذهبوا فأنتم الطلقاء. لذلك الله عز وجل بيّن هذا: عزيز عليه ما عانيتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صلوات ربي وسلامه. شيخ ثابت، أنا ودي نتكلم أيضا عن حياته مع زوجاته، كانت سابقة مع عائشة، يأتي لأم سلمة فتأخذ، يأخذ من أم سلمة قولها، حتى يعني هذه المواقف
حياته مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. أنا أرى أن هذه الحياة لابد أن تدرس لكل مقبل على الزواج، لأننا للأسف الشديد نحن اليوم نفقد هذه الأخلاق، هذه الصفات، هذا الأسوة محمد صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يظن أنه إذا تزوج أصبح أسدا في البيت. البعض من الناس عندما يدخل البيت تجد أن الأطفال يخرجون مع النوافذ والزوجة تذهب إلى الغرفة، هذا الخلق الفظ نعوذ بالله منه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت كان هينا لينا رحيما بأصحابه وبإخوانه وبأزواجه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها كان يعني كما نقول يدلعها اليوم، يصغر اسمها يا عائش أو يا حميراء أو يا بنت الصديق، وهو يقول صلى الله عليه وسلم والله إني لا أعلم أنك إذا كنت غضبة تقولين ورب إبراهيم، وإذا كنت مسرورة تقولين. هذه الأخلاق التي نحتاجها اليوم مع أزواجنا، أظن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من موضع الإناء التي كانت تشرب منه عائشة. لماذا؟ هذه الحياة التي نحتاجها اليوم، هذه الرحمة التي نحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ما ضرب أحد بيده صلى الله عليه وسلم. نعم في القرآن فاضربوهن، لكن ما المقصود؟ أن كثير من الناس يفهمون هذه الآية خطأ. وما هو الضرب؟ هل هو ضرب التكسير، الضرب المبرح، أو هو ضرب التأديب والرحمة والحب والحنان؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم أظنه كان يؤدب بالسواك، يعني هذا كأنه صوت. فالناس للأسف الشديد اليوم الآن يذهب إلى المحاكم، يذهب إلى الاستشارات العائلية، مشاكل تعج. لماذا؟ لأننا فقدنا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تعامله مع أصحابه، مع أحبابه، مع أزواجه. كذلك إضافة إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن جاء أعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم فبال في زاوية المسجد. طبعا هذا جرم عظيم، يعني كيف بيت الله عز وجل، مساجد بيوت الله، تبول في المسجد وفي المسجد أيضا. فهم الصحابة، لهذه فطرة، هم الصحابة يضربوه، يجلدوه، يعطونه علقة مثل ما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما انتهى جاء بسجل من ماء، بذنوب من ماء، ثم أراقه عليه، ثم قال له وبين له أن هذه المساجد ما تصلح لهذا، إنما هي للذكر والعبادة والقرآن. تدري ماذا قال الرجل؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا. فهذه الرحمة، هذه الرحمة هي المطلوبة اليوم. فقد حجرت واسعة. نعم حجرت واسعة، رحمة الله واسعة. فنحن اليوم أحد الإخوة جاءني قال يا شيخ فلان من الناس ما يصلي، أترى أنه كافر؟ قلت كافر يا أخي، خذه بيده واسحبه إلى المسجد. لماذا لا نحرص على هداية الناس يا أخي العزيز؟ احرص على هداية الناس، كما أنك يقال إذا رأيت إنسان في النار وتحركت الفطرة أو الشجاعة فيك أن تخرجه، فابدأ في الإنسان الذي لا يصلي، لأن نعوذ بالله يعني مصيره نار جهنم. احرص على هداية الخلق، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد شيخنا شيخ أحمد في كل موقف كان يعمله هو عبارة عن درس، كل حركة يقولها يفعلها، كل كلمة يقولها هي عبارة عن درس. حتى في صلاته صلوات ربي وسلامه عليه يكون التأديب والتعليم حاضر من غير تعنيف. بعض الناس اليوم حينما يريد أن يعلم فلان، يعلم ابنه أو يعلم بنته، ربما أول شيء يرفع الصوت ويصرخ ويضرب ويهاوش وينفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك كله، حتى في قضية العقيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم لكن بهدوء برفق، نعم وبرفق صلوات ربي وسلامه عليه. لما دخلت الجارية كانت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضربان بالدف، تقول كلمة، قالت كلمة وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، كما في صحيح البخاري. أنتم الآن تجعلون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعلم ما في الغيب، أمر عظيم. الله عز وجل ما ابتعثه إلا ليبين للناس أن علم الغيب عند الله عز وجل من أمور العقيدة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتط غضبا وضرب وفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، وعودي على ما كنت تقولين من قبل. في الصلاة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس أحدهم الذي رد كان حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حديثه، من شمت عاطسا فله، فلما سمع هذا عطس قال يرحمك الله في الصلاة. في الصلاة فبدأ الناس يسبحون، وبدأ منهم ينظرون إليه بأعينهم من غير تحريك الجذع. فقال ويل أمكم ما تنظرون إلي، أنتم ليش قاعدين تطلعوني؟ قطع صلاته وتكلمه. النبي يصلي أكمل صلاته. فلما فرغ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه من صلاته التفت قال من المتحدث آنفا؟
والله لو لم يكن يعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام رحيما في خلقه طيبا في تعامله لما قال والله أنا، لكن قال أنا يا رسول الله، قال أدنه. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ليس هذا من أمر في الصلاة، الكلام ما الصلاة لا يجوز فيها كلام، فيقول فما زجرني وما نهرني صلى الله عليه وسلم، علم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما تحفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. مع الحسن والحسين يأتي سبحان الله وهو يخطب ينزل وكان في الصلاة فيرتحله، فسبحان الله هذا كان تعامل ويكون صلاة صلوات ربي وسلم ويكون الصلاة نعم ويكون الصلاة عليه الصلاة والسلام. شكرا شيخ عبد الله على وجودك معنا في هذه الحلقة. الله يبارك فيك، شكرا لك. أيضا الشكر للشيخ ثابت القحطاني على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك. والشكر موصول لكم أنتم شيخ الكرام على مشاهدتكم لبرنامج المطوع. ألتقي معكم الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.